أطلقت وزارة الخارجية ورشة العمل الثالثة بعنوان سيادة القانون وصون الحقوق في إدارة نظام العدالة، وذلك تحت رعاية كريمة من معالي الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية، وسعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية عبر الاتصال الإلكتروني المرئي، بمشاركة سعادة المستشار عبد الله بن حسن البعينين رئيس محكمة التمييز نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، ومعالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وسعادة الدكتور علي بن فضل البعينين النائب العام، وسعادة السيد عبد الله بن فيصل بن جبر الدوسري مساعد وزير الخارجية، ونخبة من المحامين والحقوقيين والقانونيين. وفي الجلسة الافتتاحية أكد معالي الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية أن ورشة العمل تأتي انطلاقا من رؤى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه، والتي تبلورت في ميثاق العمل الوطني الذي جاء تضامنا لحقوقنا جميعا ورسما لنهج حياتنا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والإنسانية، ومعززا لمفهوم سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، وتجديد خطاب النهضة على أسس من الحرية والتسامح والإخاء الإنساني والتعايش المجتمعي واحترام الآخر. كما نوه معالي الوزير بأن إنفاذ القانون يضمن صون الحقوق وتوفير مظلة لإدارة نظام العدالة بما يضمن مكافحة الجريمة، لافتا إلى أن معدل الجريمة تراجع اليوم إلى المستوى الذي كان عليه في العام 2009، وذلك رغم ارتفاع عدد البلاغات وعدد السكان. كما أكد سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية في كلمته على سعي وزارة الخارجية لتعزيز دور الدبلوماسية الحقوقية في تحقيق السياسة الخارجية لمملكة البحرين، استنادا إلى مبدأ تدعيم أطر التعاون بين القطاعين الرسمي والمدني في المجال الحقوقي من خلال تبادل الخبرات والاستفادة من النظرة المعرفية والتجارب العلمية للمؤسسات، وذلك بما يصب في تعزيز المكانة الحقوقية لمملكة البحرين على الصعيد العالمي. في حين أشار سعادة المستشار عبد الله بن حسن البعينين رئيس محكمة التمييز نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء بأن مملكة البحرين تبنت هذه المبادئ والمعايير لتأسيس تشريعاتها، فأكد دستور مملكة البحرين الصادر في سنة 2002 شرف القضاء ونزاهة القضاء وعدلهم، كما أوضح بأنه لا سلطان لأي جهة على القاضي في قضائه، ولا يجوز بحال التدخل في سير العدالة. وأشار معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بأن قيم أهل مملكة البحرين تشكل أساسا كبيرا في مجال حقوق الإنسان، فحقوق الإنسان كقواعد قانونية تنبع من ثقافة الناس ومن عاداتهم، وهي التي تشكل إطار وسياق تصرفاتهم وحرياتهم، منوها إلى أن الرأي العام أو الوعي المجتمعي يعد الحارس الأساس للحقوق والحريات في أي بلد. كما ثمن سعادة الدكتور علي بن فضل البعينين النائب العام جهود وزارة الخارجية من أجل رصد وتقييم ما بذلته مملكة البحرين على المستوى التشريعي والمؤسسي في مجال حقوق الإنسان، منوها بأن الخطوات العملية التي قطعتها مملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان هي في الحقيقة نتاج الإيمان بضرورة توفير الحماية لحقوق الفرد الذاتية في ظل ممارسات السلطة بكل القطاعات والمجالات. هذا واستعرض سعادة السيد عبد الله بن فيصل بن جبر الدوسري مساعد وزير الخارجية خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان في مملكة البحرين والمرتكزات الأساسية للمملكة في مجال حقوق الإنسان كميثاق العمل الوطني والدستور والقوانين والتشريعات الوطنية وغيرها، والخطط والاستراتيجيات الوطنية النوعية المرتبطة بحقوق الإنسان في مملكة البحرين. وخلال الجلسة الثانية أكد معالي الشيخ فواز بن خليفة آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة المتحدة في مداخلته حرص السفارة على إيصال المعلومات الصحيحة إلى جميع الجهات المهتمة وإبراز إنجازات مملكة البحرين ودورها الرائد في مجال حقوق الإنسان، بالإضافة إلى تعزيز العلاقات مع أصدقاء البحرين في الجهات الحكومية والبرلمانية والعمل على كسب أصدقاء جدد في المملكة في البرلمان البريطاني. وخلال الجلسة الثالثة أكد سعادة الأستاذ فهد خالد البعينين رئيس النيابة على الدور القضائي الكبير الذي تبشره النيابة العامة في مجال حقوق الإنسان، وذلك في إطار اختصاصاتها في الدعوى الجنائية تطبيقا لمجموعة من التشريعات الجنائية الوطنية التي تتفق مع المعايير الدولية.
إنما تم استعراضه يقولنا إلى المحور الثاني، وهو كيف لنا أن نحدد نقطة الارتكاز والتوازن بين سيادة القانون وإنفاذه من جهة، واحترام حقوق الإنسان من جهة أخرى. لقد حققت مملكة البحرين مكانة متقدمة في مجال سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، وسنواصل بإذن الله العمل بالارتقاء من منظومة حقوق الإنسان والالتزام بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقنا عليها. ولهذا فإن سيادة القانون هي الأساس الذي نرتكز إليه، فالمواطن الحق يعبر عنها كل مواطن من خلال احترامه للقانون، وأن يكون ذلك هو الأساس في سلوكه وتصرفاته. وهذا يقودنا إلى المبادئ السامية والأهداف النبيلة التي جاء بها المشروع الإصلاحي لسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، والتي تقوم على تعزيز سيادة القانون من أجل تحقيق العدالة والمساواة والشفافية والمساءلة على جميع مؤسسات الدولة وأفرادها. فلا يمكن لأي إدارة أن تتابع مسيرتها الإصلاحية وترفع من مستوى أدائها وكفاءتها دون تبني هذا النهج. وإذا أردنا تعزيز سيادة القانون وصون الحقوق في إدارة نظام العدالة، لابد من التركيز على مبادئ وثوابت راسخة تشكل سيادة القانون محورها وحقوق الإنسان هدفها. ومن هذه المرتكزات، أولاً أرى أن ملامح العمل الشرطي تقوم على الثقة المتبادلة بين رجل الأمن والمواطن، التي نريد لها أن تكون مثالية قائمة على الاحترام. فإذا كان الاحترام متبادل، فإن المواطن نفسه سيسعى لترسيخ سيادة القانون. الأمر الآخر هو أن إنفاذ سيادة القانون بمساواة وعدالة ونزاهة يخلق الشفافية والمساءلة وتحقيق مبدأ التلازم بين السلطة والمسؤولية. كذلك إن القضاء هو الركيزة الأساسية في إحقاق الحق وإقامة العدل وحماية الحقوق وصون الحريات، مما يعزز الثقة بسلطات الدولة ومؤسساتها من خلال تطبيق سيادة القانون وطمأنة الناس بأن حقوقهم مصونة. رابعاً، الالتزام بالقيم التي عرف بها هذا الوطن منذ نشأته، حيث ميزت شعب البحرين ورسخت هويته، وهي قيم السلام والاعتدال والوسطية والمساواة والحرية والتعاضد وقبول الآخر. وهذا الإرث البحريني الأصيل سنحافظ عليه وننقله للأجيال القادمة بإذن الله. المشاركون الكرام، ليس هناك خلاف على أهمية دور الإعلام في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان من خلال نقل المعلومة الدقيقة، الأمر الذي يتطلب مواكبة الإعلام الوطني للتحديات للاستهداف الممنهج من قبل بعض المنظمات ووسائل الإعلام الخارجية التي عمدت في السنوات الأخيرة إلى تغيير الحقائق وتشويه الصورة للتأثير على الاستقرار الأمني الداخلي في مملكة البحرين. هذا العهد الذي تميز بإنجازات متميزة وملموسة في كافة المجالات المتصلة بحماية حقوق الإنسان، فقد أولى جلالته أيده الله حماية حقوق الإنسان كامل الرعاية والاهتمام، إيماناً من جلالته بأن الحفاظ على حقوق الإنسان وحمايتها حق أساسي لكل أبناء الوطن ونهج مهم لمجتمع ديمقراطي يسعى إلى الرقي والتقدم ليواكب حركة التطور العالمي في كافة المجالات الإنسانية. إن وزارة الخارجية تسعى إلى تعزيز شراكتها مع كافة الجهات المعنية بإنفاذ القانون لتعزيز مكانة مملكة البحرين إقليمياً ودولياً في مجال حقوق الإنسان، بإبراز إنجازاتها المتواصلة في مجال حماية حقوق الإنسان.
وتعزيز المكتسبات للمواطن البحريني بما يحفظ كرامته وحقوقه. كما تسعى الوزارة إلى تعزيز دور الدبلوماسية الحقوقية في تحقيق السياسة الخارجية لمملكة البحرين، استناداً إلى مبدأ تدعيم أطر التعاون بين القطاعين الرسمي والمدني في المجال الحقوقي من خلال تبادل الخبرات والاستفادة من النظرة المعرفية والتجارب العملية للمؤسسات، وذلك بما يصب في تعزيز المكانة الحقوقية لمملكة البحرين على الصعيد العالمي. لا شك أن نحن ننظر بكل الفخر والاعتزاز إلى المسيرة التي حققها الأمن والاستقرار في مملكة البحرين، وما تنعم به مملكة البحرين من الأمن والأمان الذي يعد الركيزة الأساسية للأمان. يجب أن نؤكد أن مملكة البحرين لديها مرتكزات أساسية في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان، كما بينا صاحب المعالي الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة، وأيضا معالي صاحب السعادة رئيس محكمة التمييز، وصاحب المعالي وزير العدل، من أن الدستور هو الحافظ والراعي الأساس لهذه المكتسبات. فلدينا ميثاق العمل الوطني، ولدينا الدستور، ولدينا القانون والتشريعات الوطنية، ولدينا المبادرات والبرامج الحكومية، ولدينا الالتزامات الدولية. فهذه الأطر المتنوعة هي تحكم في الأساس منطلقاتنا في عملية التطوير وعملية موائمة التشريعات الوطنية بما يتسق مع المعايير الدولية.